فيديو اليوم راح يكون عن فيلم راح يأخذك في جولة من المشاعر والأحاسيس المتضاربة، فيلم سنة 2020، فيلم باون أو ما يعرف برهن. السلام عليكم متابعين قناة كوريا لاند في مراجعة جديدة كعادتنا. للي ما بيعرفني معاكم محمد العايد، وخلينا نبلش مراجعتنا. فيلم باون من إنتاج سنة 2020 ومن تصنيف الدراما والكوميديا، ومن بطولة كل من المخضرم سونغ دونغ إل، الممثل كيم هي وون، الممثلة الطفلة بارك سويي، والممثلة هاجي وون. الفيلم بتدور قصته عن دائنين قروض في فترة التسعينات بيحاولوا يستردوا مصاريهم من اللاجئة اللي تدينت منهم، فبيأخذوا طفلتها كضمان لاسترداد دينهم من أمها. إذا بدنا نتكلم عن إيجابيات الفيلم، فأول وأقوى إيجابية راح تكون هي الكاست المتميز والرائع. سونغ دونغ إل للي ما بيعرفه فهو عمره مش حاضر دراما كورية، لأن الزلمة هاف تقريبا كل سنة بيطلع في طبشة درامات جديدة. المهم سونغ دونغ إل يعتبر أيقونة الأبوة في السينما والدراما الكورية، ومن أفضل أدواره سلسلة ريبلاي، وتمثيله بالفيلم كالعادة كان ما يقل روعة عن أدواره الثانية. نجم الفيلم الآخر هي الطفلة الرائعة بارك سويي، واللي مش فاكرها فهي نفس الطفلة من فيلم نجنا من الشر أو ما يعرف باسم Deliver Us From Devil. مش عارف إذا حكيت في فيديو قبل عن الممثلين الأطفال في السينما الكورية، لكن مش مشكلة بعيد وبكرر، أطفال السينما الكورية هم أفضل الممثلين الأطفال مقارنة في غيرهم من البلدان الثانية. الرينج اللي قدرت تعطينا إياه في هذا الفيلم من حزن وفرح وكوميديا كان رهيب كثير، فبتوقع إلها مستقبل باهر. وبصراحة بوجود ممثلين أطفال مثلها، مثل طفلة فيلم مسبيك وطفلة فيلم ترين تو بوسان وطفلة دراما مذر، بقول لك إنه من الآن إذا تم الاعتناء بهاي المواهب فما في خوف على السينما الكورية بوجود هذا الجيل. نقطة القوة الثانية في هذا الفيلم هو علاقة ثلاث الشخصيات الرئيسية مع بعض. شفنا علاقة أبوية رائعة ما بين سونغ دونغ إل وبارك سويي، ومن ناحية أخرى شفنا علاقة توم وجيري ما بين سونغ دونغ إل وكيم هي وون، واللي خلت الفيلم متنوع في مشاهده ما بين مشاهد درامية وما بين مشاهد كوميدية خفيفة تخليك تبتسم، وخلت الفيلم خفيف بدل ما هو ثقيل على المشاهد. دون 빌려다 쓴 놈들의 심리는 다 똑같은 거야. 가를 치고 돈가를 부릅대야 겨우 원금 받는 거야. 이발치나 빌렸어. 아! 오! 봐봐 봐봐. 야, 돈 대신에 담보로 데려온 거야. 담보물 알잖아. 자체가 무섭다 진짜. 야, 그래. 뭐야, 추방해요. 그건 왜 이러냐? إذا سألتني إيش أكثر إشي بيبدع الكوريين في إخراجه من تصنيفات، فرح أجاوبك تصنيف الجريمة وتصنيف الدراما. الكوريين مجانين في إنتاج أفلام درامية تجبرك تدمع خلال مشاهدتها، وفيلمنا اليوم ما كان استثناء. فيلم باون كان مؤثر ويعطيك فكرة، كان يحمل فكرة ورسالة ما بين مشاهده إنه مفهوم العيلة أكبر بكثير من مجرد روابط دم. مشكلتي مع فيلم باون أو عيب فيلم باون هو على الرغم من أنه القصة العامة للفيلم جديدة وفريدة، إلا أنه أحداث وتنفيذ هاي الفيلم كان تنفيذ يعني بسيط كثير، كان أحداثه متوقعة جدا. العيب الثاني للفيلم أنه على الرغم من المدة الطويلة للفيلم تقريبا ساعتين، إلا أنه العلاقة ما بين الطفلة والمدانين والدائنين كانت بسرعة وبدون أي مقدمات صارت علاقة مقربة، على الرغم أنهم أخذوها قصرا من أمها وغصبا عنها. غير انه الفيلم طويل جدا بحيث انه في لحظات في المنتصف بتحس بالملل وبتصير بس بدك تخلص الفيلم. العيب الاخير انه النهاية نوعا ما كانت تقدر تحكي انه هاي كانت غبية النهاية شوي نوعا ما. طيب يا محمد انت حيرتني، هل اشاهد الفيلم ولا لا؟ اكيد الفيلم جميل جدا، الفيلم مش بحاجة تركيز كثير، فبنصح تحضره في سهرة عائلية مع عيلتك. الفيلم صالح للمشاهدة العائلية وكثير بنصح فيه وبوصي فيه. It's gonna be a good day.
너희 지지 마. 지금 시간이면 오빠랑 결혼할 거야. 뭐? 아니, 그게 아니고요. 이 자식아! 근데 담보가 무슨 뜻이에요? 다음에 보물이 되는 거. قبل ما أنهي المراجعة اكتشفت أنه طلعت ناسي أحكيكم عن صفحة الفيسبوك اللي عملناها بداية السنة هاي. رابطها راح تلاقوه بصندوق الوصف، فشيكوا عليها، فيها بوستات وفيديوهات ترفيهية راح تكيفوا عليها، فشيكوا على الصفحة. وإلى اللقاء بفيديو جديد أتوقع راح يكون يا اليوم أو بكرة عن تحليل أحداث الحلقة الخامسة والسادسة من دراما ماوس، فانتظرونا إن شاء الله.